وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ الأحمر بن علي الأسود أحد مشايخ شبوة. أهلا بك معنا شيخ الأحمر في هذه النشرة. في البداية، لماذا تطالب قبائل محافظة شبوة برحيل قوات معسكر عارين من محافظتهم؟ ما الأضرار التي لحقت بهم من وجود هذه القوات على أرضهم؟ اهلا وسهلا بقناة القبض المشرق. الاضرار اعتقد انها واضحة، هو امام ابناء محافظة شبوة بصورة خاصة وامام التحالف العربي والمجلس الرئاسي، الاضرار التي يشكلها تلك التجمعات العسكرية للمتمردين الاخوان الذي كان سبق وكانوا يعني هم ضمن القوة التي كانت موجودة في عتق والاخرى تم استضافتهم او اضافتهم من محافظة مأرب، وهؤلاء هما قطاع طرق ويشكلون يعني ضرر على المنطقة هذه التي توجد يعني في منطقة عارين يعني على طريق مأرب شبوة، وهذا التجمع الإخواني يشكل يعني زعزعة للأمن والاستقرار في هذه المنطقة التي يوجد فيها يعني حقول النفط ويعني مواقع الإنتاج وأيضا يعني بيبات التصدير إلى البحر العربي، وهذا أمر يعني متفق عليه كل أبناء محافظة شبوة وأيضا على دعاية القيادة التحالف العربي بالضرر وأيضا المجلس الرئاسي. وللأسف أن تلك التجمعات يعني مدعومة من صد مأرب وايضا من يعني يمثلهم في المجلس الرئاسي، وهذا امر ابناء محافظة شبوة يناشدون التحالف العربي والمجلس الرئاسي بمقادرة تلك المعسكرات او تلك التجمعات الى يعني محافظة مأرب، وهناك العدو الموجود يعني ما بعد مأرب باتجاه صنعاء. طيب شيخ الاحمر، هل تتوقعون استجابة لهذه المطالب من قبل الحكومة بعد هذا الحشد من أبناء محافظة شبوة لوجود هذه القوات الإخوانية على أرضهم، وأيضا ما هي الخيارات في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب؟ أبناء محافظة شبوة يعني بدأوا في هذا الاعتصام خلال الأسبوعين الماضية ومستمرين يعني في زيارة الاعتصام في مخيم الاعتصام، وسيكون أعتقد وحسب يعني مصادرنا وأيضا مناشدتنا لكل أبناء المحافظة أنه سيعطون الخيار السلمي يعني حقه في كل الوضع الموجود يعني في هذه المنطقة الحساسة، وسيكون أعتقد التفاف كبير من أبناء المحافظة في اعتصام في هذا المخيم لمناشدة التحالف العربي والمجلس الرئاسي بتحمل مسؤوليتهم الإخلاقية وأيضا القانونية التي يتحملونها هما المجلس الرئاسي أولا وقيادة التحالف العربي ثانيا وأبناء شبوة يعني ثالثا، وإذا لم يدعنوا للاعتصام السلمي والثورة السلمية فأن أبناء شبوة لديهم الخيارات ما يعني يعطيهم القدرة على مقادرة تلك التجمعات الإرهابية التي هي أصلا مدعومة إقليميا ومدعومة من يعني من يمثلهم في المجلس الرئاسي للأسف. نعم، كان معنا عبر الهاتف الشيخ الأحمر بن علي الأسود أحد مشايخ شبوة، شكرا جزيلا لك.